مساء الخير. واصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار للشهر الخامس على التوالي، ليسجل الدولار 16 جنيه 79 قرش مقارنة ب 17 جنيه و80 قرش في يناير الماضي، ما يعني أنه قد فقد نحو 5.6 من قيمته. في سؤالين الناس بيطرحوهم: إيه سبب هذا التراجع في الدولار أمام الجنيه؟ والسؤال الثاني: الجنيه المصري رايح على فين؟ هيرتفع ولا ينخفض؟ إجابة السؤال الأول بسيطة المفروض، يعني ليه الدولار بينخفض قدام الجنيه في ظل نظام معوم؟ المفروض أن تكون الإجابة ببساطة مسألة عرض وطلب، توفر معروض كافي من الدولار فانخفض أمام الجنيه. ليه الناس لا تتقبل هذه الإجابة وتشعر أن هناك شيئا مريبا؟ الإجابة ببساطة لأن الناس اعتادت على مدار سنوات طويلة منذ الخمسينات وإلى الآن أن الدولار بالضرورة يرتفع أمام الجنيه. الأمر الثاني أنه كل التوقعات أو معظم التوقعات من بنوك الاستثمار وبيوت الخبرة داخل وخارج مصر كانت تتوقع أن الجنيه هينخفض أمام الدولار على المدى المتوسط والقريب والبعيد. وبعض هذه البنوك اللي بتقدم استشاراتها مدفوعة الأجر لبعض المستثمرين توقعت أنه الدولار هيصل إلى 18.5 جنيه في جون أو يونيو 2019، وفي يونيو اللي بعده أو في الشهور التالية في عام 2019 هيسجل في نهايتها 19 وشوية ويتجاوز 20 جنيه في 2020. ليه التوقعات دي اتخابت؟ على الأقل حتى الآن أسباب كثيرة جدا، لكن نقدر أقول لكم ببساطة أن توقع سعر الصرف في أي دولة صعب جدا. وزي ما بتقول الدكتورة سلوى العنتري أستاذة الاقتصاد المرموقة أن صندوق النقد الدولي اللي بيضع توقعات لكل اقتصادات العالم بيحكم عن أن يورد نفسه في توقع سعر صرف محدد لعملة ما، لأنها بتخضع لعوامل كتيرة، يعني وصول سعر الصرف لمعدل معين بيخضع لاعتبارات كتيرة مش كلها يمكن التنبؤ فيها بدقة. إذا كان التنبؤ بسعر الصرف عملات مختلفة أمر صعب في الغالب أو دايما، هو بيبقى شبه مستحيل لو إن البنك المركزي أحاطه بسياج كبيرة من السرية واعتبره سرا حربيا كما يحدث في مصر، وطبعا هو اللي له كل الحق في ذلك. في النهاية أنا أصبح عندي سعر صرف وصل في أول 5 أو 6 شهور من 2019 إلى مستوى لم يتوقعه معظم الناس، عدد محدود جدا توقعوا أن الجنيه هيرتفع، على عكس التيار العام اللي كان بيتوقع أن الجنيه هينخفض. واحد من هؤلاء الناس اقتصادي مصري، الدكتور باسم قمر، بيعمل في أحد المؤسسات المالية الغربية الكبيرة، وكان بيتوقع ارتفاع الجنيه المصري منذ يناير انه هيفضل مرتفع، وتوقع انه هيسجل 16.70 16.80، يعني زي ما وصل الجنيه المصري تقريبا. لما سألت الدكتور باسم ليه انت توقعت على عكس الاتجاه، قال لي انه هو حاول يقرأ الحكومة او البنك المركزي عاوز ايه. عشان نفهم البنك المركزي عاوز ايه لازم نحكي القصة من الاول اللي توضح لنا ليه الجنيه ارتفع في الفترة الماضية. الحكومة او البنك المركزي الدولة يعني، وعلى رأسها البنك المركزي اللي هو المسؤول عن السياسة النقدية، امامهم عقبة وامامهم تحدي كبير. هذا التحدي الكبير ان بعد تقريبا 3 سنوات من انطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي عملوا فيها اجراءات كثيرة جدا وجهزوا المناخ والبنية التحتية لبدء نمو اقتصادي وانتعاشة اقتصادية، امامهم مشكلة كبيرة وهو انخفاض مستوى الاستثمار سواء الاجنبي المباشر او الاستثمار المحلي. فعندهم الهدف دلوقتي ان يزود جاذبية او يزود جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، بس ده ما بيحصلش بالقدر الكافي. ليه ما بيحصلش بالقدر الكافي؟ لانه تكلفة الاستثمار في مصر مرتفعة، تكلفة التمويل غالية. وليه تكلفة التمويل غالية؟ لانه سعر الفايدة مرتفع.
احنا بنقول سعر الفايدة على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا دول من حوالي 16 ل 20%، يعني انت بتاخد من البنك اكتر من 16 وبتوصل الى 20% علشان تاخد قرض من البنك. لما اي مستثمر، طبعا لما بتكون الفايدة عالية معناها ان المستثمر بيجي يسأل نفسه السؤال، ايه هو المشروع اللي انا ممكن اعمله؟ وبعد ما ادفع حوالي 20% فايدة للبنك وادفع كل تكاليف الانتاج والاجور احقق هامش ربح قد ايه؟ بمعنى كده انه من الصعب جدا ان يلاقي مشروع يحقق له هامش ربح مع مستويات سعر الفايدة المرتفعة جدا. حتى لو ان المستثمر مش هياخد قرض من البنك، سعر الفايدة بيعتبر البنش مارك او يعني المقياس اللي الواحد بيحسب عليه تكلفة الاستثمار. فهو لو هياخد فلوس مثلا من مستثمرين اصحابه او يعني من موارده الذاتية، اي حد هيديله الفلوس هيسأل ادي لك الفلوس واعمل مخاطرة ولا احط فلوسي في البنك واخد 18-20% فايدة. يبقى دلوقتي العائق امام الاستثمار او العائق الاساسي امام الاستثمار في مصر هو سعر الفايدة المرتفعة. وما دام الاستثمار مش هيجي، مش هيبقى فيه انتاج ولا في نمو ولا في تشغيل ولا في ارتفاع لمستوى المعيشة، يبقى كل حاجة هتبقى مشلولة. يبقى هدف الحكومة ان انا اقلل سعر الفايدة بحيث ان انا اشجع الاستثمار وبالتالي اقدر العجلة الاقتصاد تدور. طيب هو مش قادر يخفض سعر الفايدة ليه؟ ببساطة لأن سعر الفايدة مرتبط بمعدل التضخم. وما هو معدل التضخم؟ تقدروا ترجعوا له في حلقات سابقة، هو الارتفاع في المعدل العام أو المؤشر العام للأسعار. احنا عندنا صحيح التضخم انخفض، انما انخفض من حوالي 30% في اول 2017، انخفض دلوقتي بقى حوالي 13-14%، فلسه معدل عالي الحكومة عاوزة تنزله لما دون 10%. يبقى هو عاوز يخفض سعر الفايدة عشان يجذب الاستثمار، ومش قادر يخفض سعر الفايدة لان التضخم مرتفع. طيب لما بيكون التضخم مرتفع، اي بنك مركزي يقدر يعمل ايه عشان يخفضه؟ قدامه وسيلة من اتنين، مفيش ليهم حل تالت بالنسبة للبنك المركزي. اول وسيلة انه يرفع سعر الفايدة. لما يرفع سعر الفايدة يحصل انه هيجتذب السيولة اللي في السوق، الناس تبقى عاوزة تاخد يعني مقابل، عاوزة طمعانة في العائد اللي هيدولها البنك، وبالتالي بتدي فلوسها للبنوك، بتزيد الادخار. لما يزيد الادخار في الحالة دي السيولة بتتسحب من السوق، بتبقى قدرة الناس على الشراء أقل، السوق بيهدى وبالتالي التضخم بينخفض. ده الحل الأولاني، بس الحل ده مش وارد لأنه سعر الفايدة اوريدي مرتفع، وهو الاستثمار في مصر بيعاني من ارتفاع سعر الفايدة. يبقى ما فيش قدام البنك المركزي غير الحل الثاني اللي ممكن يؤدي لنفس النتيجة، وهو محاولة السماح للعملة المحلية بالارتفاع. يحصل إيه لما العملة الوطنية ترتفع؟ يحصل إنه في بلد بيعتمد على الاستيراد بشكل كبير زي مصر وزي كل الدول العربية، مصر مثلا الميزان التجاري فيها اللي بيقيس وارداتها وصادراتها من السلع، مصر بتستورد 3 أمثال ما تصدر، وبالتالي الصادرات ده غير الخدمات طبعا. يبقى احنا بنعتمد بشكل كبير جدا على الواردات، سواء في السلع الاستهلاكية او في السلع الوسيطة لأي عملية انتاج في السوق المحلي. يبقى لو احنا قدرنا ان الجنيه سعر يرتفع امام الدولار، الواردات الكثيرة جدا اللي بتيجي دي وقيمتها السلع بس حوالي 67 مليار دولار هتنخفض. ولما تنخفض أسعارها يحصل إيه؟ يبقى التضخم ينخفض. ولما التضخم ينخفض يبقى في الحالة دي يقدر ينزل سعر الفايدة، ولما ينزل سعر الفايدة يقدر إنه يشجع المستثمر إنه يقترض من البنك، بدل ما بيقترض ب18-20% فايدة ممكن يقترض بنسبة 9-10% أو 7%، كل ما كان قل كل ما يزود عملية الاستثمار. ده الهدف الأساسي. يبقى هو سعى البنك المركزي إنه يزود سعر الجنيه
على أساس إنه يقدر يساعده في التحكم في التضخم وبالتالي زيادة خفض سعر الفايدة. طيب هو ليه ما فكرش في الأول بالشكل ده وكانت المشكلة يعني اتحلت من بدري؟ ببساطة لأنه لم يكن في مقدور البنك المركزي السماح بارتفاع سعر الجنيه. وسعر الجنيه بيرتفع ازاي؟ في نظام معوم بانه بالعرض والطلب، انه يكون عنده القدرة انه يجتذب دولارات من مصادر مختلفة بشكل وفير يؤدي الوفرة في المعروض فينخفض الجنيه. طب هل حصلت الوفرة دي؟ ايوة حصلت وفرة نسبية من المصادر الدولارية المختلفة لمصر على مدار الشهور الماضية، مش بس 6 شهور دول وقبليهم بشوية. ايه هي المصادر الدولارية اللي موجودة في مصر؟ 5+1، يعني نقدر نقول 6 أو 5+1. 5 الأولانيين دول لا يترتب عنهم ديون، والمصدر السادس مولد للدين. 5 اللي ما بيترتبش عنهم ديون اللي هو الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، بالإضافة لأي منح بتحصل عليها الحكومة المصرية، والعائد لقناة السويس والصادرات المصرية. دول 5 الغير مولدين للدين، وعندنا المصدر السادس اللي هو الاقتراض، سواء الاقتراض طويل الأمد زي اللي احنا خدناه من صندوق النقد الدولي اللي ادانا حوالي 4 مليار دولار في 6 شهور، يعني من يناير إلى الآن الدفعة 5 والدفعة 6، أو الاستثمار في أدوات الدين أو الأموال الساخنة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، اللي الناس بييجوا يحاولوا يشتروا الديون المصرية مقابل الدولار، وده حجمه في مصر وصل لغاية إبريل اللي فات حوالي 16.5 مليار جنيه. الخلاصة عشان التفاصيل كتيرة، انه زاد المعروض من الدولار في معظم هذه المصادر بشكل ملموس، وقفز الرقم من 71 مليار دولار في 2017 ل 82 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع انه في نهاية العام الحالي يصل الرقم إلى 95 مليار دولار. يبقى حصل عنده معروض، وبالتالي ده مكن البنك المركزي مما لم يكن ممكنا من قبل، وهو السماح للجنيه المصري بالارتفاع. يسمح له لأن البنك بيتدخل بأدوات ويشتري ويبيع بحيث أنه يسمح للدولار أنه يرتفع أو ينخفض، وبالتالي هو أصبح عنده القدرة دلوقتي مع تكون احتياطات نقدية بلغت حوالي 44 مليار دولار في البنك المركزي المصري أنه يسمح للجنيه بالارتفاع، وبالفعل ارتفع الجنيه حوالي 5.6. طيب يبقى أنت علشان طبعا في ناس ما يهمهاش كل الكلام ده، في ناس يهمها أنا معايا مجموعة من المدخرات ساي رقم 100 ألف دولار، 50 ألف دولار، 30 ألف دولار. دايما أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة هم القلقانين، اللي عنده كتير عنده قدرة أنه يعني ما يقلقش، وعنده قدرة أنه يتصرف ويستشير بيوت خبرة كتير. أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة بالدولار يهمه هو الجنيه رايح فين. المهم جدا بعد ما فهمت الأسباب ليه الجنيه ارتفع، إنك تعرف معلومة تانية مهمة جدا، إنك ما تسألش أي حد وتاخد إجابته بثقة الجنيه هيروح فين بالضبط، لأن ده سر حربي. لو الناس عرفته تقدر تحقق منه ثروات ضخمة جدا، والبنك المركزي لن يسمح لحد بتسرب المعلومة إن الجنيه هيروح فين بالضبط. حتى البنك المركزي نفسه أو المسؤولين فيه بيبقوا عارفين هم حاطين الاتجاه فين، لكن ما يقدرش يتحكم 100% في انه الجنيه هيوصل الى حد معين في وقت معين، لانها خاضعة لاعتبارات لا تقع كلها تحت سيطرته. وبالتالي انت ما تثقش كتير في انك تسأل من تعتقد ان هم فاهمين وتطمئن للإجابة وتبني عليها، كلها توقعات قد تصدق وقد تخطئ، بدليل ان كل بنوك الاستثمار المحترمة في مصر وخارج مصر توقعت شيء وحدث شيء اخر، الا عدد محدود جدا جدا منهم زي اللي انا اشرت اليه. وبالتالي انت لو انت عاوز اجابة بسيطة مش هتلاقي، لو عاوز اجابة اوسع يبقى انت راقب معدل التضخم، شوف التضخم في مصر رايح فين. طالما التضخم مرتفع
وراقب طبعا سعر الفايدة، هيفضل رغبة البنك المركزي في المرحلة الحالية في الغالب هي محاولة السماح للجنيه بالارتفاع. لاحظ انه الطريقة دي عليها قيود، هو ما يقدرش برضو يخلي الجنيه ينخفض يرتفع قوي، لانه لو ارتفع قوي يعني وصل بقى لتحت ال 15 وال 12 واتجهنا لل 10، ده يناقض كل الفلسفه اللي اتبنى عليها برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي كان قايم على اولا هو ما عندوش القدره دي لان ما عندوش الموارد الدولاريه الوفيره، ما زالت مصر عندها نسبه يعني زياده معقوله من الدولارات بس مش زياده وفيره، بدليل ان ما زال في قيود على شراء الدولار في البنوك، بيحط عليك قيود وبيسألك انت عاوزهم منين ولازم تاخد من بنكك، مش بتعدي في اي مكان وتاخد، فما زال حتى الان الوضع ما هوش يعني مش مطمئن جدا. اضف ان كتير من المصادر اللي انا قلتها كلها ممكن تتغير بين لحظة واخرى، لا قدر الله لو اي عمل يعني اي عملية ارهابية لا قدر الله في مصر، نسأل الله الا تحدث ابدا، تأثر على السياحة بشكل كبير وبالتالي تغير كل الموازين وكل الحسابات. فأي حاجة تتعلق في حدث دولي يأثر على حجم التجارة الدولية، هيأثر على عوائد قناة السويس وهكذا. فده واحد انه غير مطمئن انه المصادر الدولارية التي لديه يمكن ان تمكنه من التحكم في سعر الجنيه بشكل طويل الامد او بشكل كبير، انه يرفعه بشكل كبير. اثنين، انه ليس من مصلحته انه الجنيه يرتفع ايضا بشكل كبير جدا، لانه هذا يناقض زي ما كنت عاوز اقول لحضراتكم السياسه اللي قامت عليها برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهي ببساطه انه لما الجنيه ينخفض هيزود الصادرات المصريه، لانه معنى كده ان المستورد اللي معاه دولار بره هيشتري عدد وحدات اكتر من اي منتج مصري زي القلم ده بنفس الدولار، بدل ما كان بيشتري قلم هيشتري قلمين بالدولار. وبالتالي وكما فهتزيد الصادرات. الأمر الثاني أن السياحة زادت مؤخرا، أحد عوامل زيادة السياحة مؤخرا رغم الأجواء المضطربة إقليميا هو انخفاض قيمة الجنيه، فالسائح بيجي لمصر ويستمتع بخدمات أكثر بنفس الدولار. الأموال الساخنة أو الاستثمار في أدوات الدين المصرية زادت بسبب ارتفاع سعر الفايدة، فلو الجنيه ارتفع وقدر هو يقلل التضخم عن طريق رفع سعر الجنيه ويقلل سعر الفايدة، برضو ده لن يغري قوي الراجل اللي جاي يستثمر في أدوات الدين. معنى كده انه رفع الجنيه وخفض الفائدة لو تم بشكل كبير هيأثر على العائد، على العوائد من الصادرات والعوائد من السياحة والعوائد من الأموال الساخنة، وبالتالي يحصل شورتج أو نقص في المعروض من الدولار. يبقى معنى كده أن كل سياسة رفع الجنيه أيضا عليها قيود، والبنك المركزي بيحاول يوصل إلى سعر يتوازن فيه كل الاعتبارات دي، اعتبار أنه يفضل مخلي الصادرات المصرية والسياحة والاستثمار في أدوات الدين من الأجانب جاذبة، وفي نفس الوقت ما يخليش الواردات سعرها مرتفع قوي تنخفض قليلا بحيث ينزل التضخم قليلا. ايه هو السعر ده؟ دي هي المسألة اللي هو البنك المركزي يعرفه وبيحاول يوصل ليه، لكن من الصعب جدا ان اي حد يتنبأ بيه بشكل يعني دقيق وحاسم. الايام اللي جاية هتشهد زيادة في المحروقات، يعني الدعم هيقل وبالتالي التضخم هيزيد، والبنك المركزي هيلاقي نفسه عنده صعوبة في السيطرة على التضخم، وهيبتدي هنا يوازن يعمل ايه، يضطر يرفع سعر الفايدة تاني ويضحي بمسألة الاستثمار، ولا يحاول انه يزود الجنيه على اساس يقلل التضخم ويحقق الهدف اللي هو عاوزه بخفض التضخم وبالتالي تشجيع الاستثمار. البنك المركزي قدامه مهمة صعبة، والجنيه التنبؤ بسعره في ظل هذه العوامل المختلفة مسألة في غاية الصعوبة. أشكركم وإلى لقاء آخر بإذن الله.